اهلا وسهلا فيكم من جديد. اذا بفقره الحرف اليدويه بنعطيكم افكار لحتى نعمل كفوف للشتاء لحتى دائما نكون على الموضه. وطبعا مع في سابا. كيفك في؟ تمام الحمد لله. شو اخبارك؟ تمام. شوفي اليوم ايش رح تسوي لنا بالكفوف؟ اليوم رح نعمل الكفوف. على فكره هاي الايديا تبعت اماني فبدي اقولها ثانك يو عشان هي اماني اماني اوف قالت لي اعملي لنا كفوف. قلت لها صار خلاص لك احلى كفوف اماني. اوكي فهلا رح نشوف كيف رح نعملها. رح نستخدم الكفوف القدام تبعونا اللي كنا نلبسهم زمان. هلا في اكثر من موديل، في جلد، في الصوف. احنا رح نستعمل الصوف بس رح اعطي ايدياز لكيف نستعمل بالجلد اذا بدنا نزينهم او نستعمل اشياء ثانيه اذا عندنا جوخ او عندنا مخمل. أوكي. كفوف. اوكي حلو. هلا الفكره اني رح اعمل الكفوف زي هدول، رح اقصهم. هلا انا ما مش كتير مع الكفوف المسكرين عشان بيعيقل شوي الحركه. لما تكوني سايقه مرات بتزحلط او ايدك او شيء هيك، فاحنا رح نستعمل الكفوف هدول عشان يبينوا الاظافر ويبينوا الاشياء والخواتم والهيك. هو انسى القياده مش مهمه ابدا بالنسبه لنا. بالنسبه لنا الموضه شكلي يكون حلو انا عم بسوق. دائما احنا اي شيء مش مريح اي شيء بس المهم يكون مش حلو. هذا بطلع مش مرتاحه بس المهم حلو. المهم اطلع أوكي. حلوه. اوكي فرح نعمل زي هدول. كثير حبيتهم وحبيت انه حطينا عليهم اللولو. كثير تغير شكلهم وصاروا احلى وكثير كثير بسيطين. يعني من ولا شيء صاروا كفوف شكلهم كثير ثقيل وحلوين. حلو. فهلا رح نشوف كيف. هلا رح نقصهم. خليني بس اخذ السايز هذا عشان نقص على قد الكفه هاي. اوكي وبدي هلا بنقصهم هيك عادي في وهم صوف ما بيخرب ما بينتش ما ولا بيخرب ولا بينتش ولا شيء. بس انا رح امرق عليهم شوي السيليكون عشان يعطي حم اذا في خيوط طالعه يضبها. اوكي رح اخذ هذا كمان وهقصه هيك. اوكي هيك بكون عندي القص زبط. وشوفي كيف ما طلع ولا إشي ولا خيوط ولا إشي. بس رح تمرق السيليكون عشان رح امرق السيليكون هيك شوي عشان اذا في خيوط رح تطلع ما تنتش معنا. اوكي اذن هيك احنا بنمرق السيليكون. ايوه بالضبط على الخفيف. اوكي هو بعطي شويه غره مع حم فيعني اذا في خيوط هيك بتقفلها تمام بتبطل تنتش. هلا هون رح نجيب اللولو النص حبه المقسومه بالنص. المقسوم. اوكي هلا اذا بدنا اللولو الحبه كامله رح نضطر نخيطهم خياطه وبتصير شوي اصعب. اوكي فمنضطر نخيطهم وبتصير اصعب. ونقوا اذا بدكم اللولو الحجم الصغير كتير كتير عشان يكون حلو ما يكون بلكي طالع. اوكي فهلا بدي ألزقهم على الكفه. تمام. اوكي هلا احنا بنقدر نستعمل شيء ثاني غير السيليكون حسب ايش غيره عندكم. غير القماش ممكن وحسب ايش القماشه كمان. يعني الجلد بزبط له السيليكون ما بيأثر عليه؟ لا الجلد ما بزبط حرام بنحرق. شو نحط؟ الجلد هلا اللي بدي احكي عليه على الجلد فكره كثير حلوه. في زي دبابيس. اوكي دبابيس بس لهم زي قواعد من تحت زي الشفرات بتدخليهم لجوا بالجلد. اوكي عرفتي علي ولا لا؟ اسمهم ستادز. كيف اللي بنحطه على الجزادين. زي هيك. اوكي بيكونوا دبوس لون ذهبي له شفرات فبس بتدخليه بالجلد وبتسكريه بتقفليه. تمام. اوكي
في حسين زعلان منك. ليه؟ عشان المايك. اوكي. عشان ترفعي رقبتك. ما هو اشتغلي وانت فوق. اشتغلي وانت راسك مرفوع. انت طلباتكم. لو سمحتي. يصير لي ديسك يعني مثلا؟ لا الله بعينك، هي 10 دقائق، الديسك ما بيجي من 10 دقائق، بيجي من سنين الديسك. اخ يا ربي. حاضر. شكرا. اوكي. هلا حتى السيليكون مش رح ينزل لتحت لانه الصوف كثير خميل، فما تخافوا انه تكون لازم تحطوا شيء تحت ال بنشال بسهوله يعني الاشياء اللي بتطلع من السيليكون. ولا حتى من تحت مرات لما بتلزق السيليكون بسحل لتحت وبيلزق الطبقتين على بعض الكفوف. أوكي. بس لانه الصوف كثير خميل ما رح يلزق. تمام. حلو. ويكون كل اللولو اللي احنا حاطينه يكون متساويين عشان يطلع المنظر حلو. يعني عن نظر مش ضروري تجيبوا مسطره وقلم، بس عن نظر يكون متساوي. كيف كان الكريسماس صحيح؟ كل سنه وانت سالمه. حلو. ثانك يو. انت سالمه. ات واز نايس. عائلي كان حلو، والصغار اكثر شيء بنبسطوا صار في بالعيد. كيف شجرتك الهدايا وهيك؟ كان لازم تيجي تشوفيها. صح. وتجيبي شهر. انا ما لفيت عيدياتي اصلا. شجرتي حلوه كثير هاي السنه، غيرتها. كانت بينك ووايت وسيلفر، وهاي السنه حطيتها على انستغرام اللي حابب يشوفها. حولت لريد وايت وسيلفر. ريد وايت سيلفر. اوكي. ايش لون الورق كان؟ الورق اخضر مش ابيض. يعني انا نفس هذا الثيم اللي عملته هون بالشجره هاي، بس شجرتي خضره، بس حطيت لها زي تلج. كلها عبيتها بوليستر تلج، طلعت كتير حلوه. ما احلى. وليه ما عملتي زي شجرتنا؟ ما هو شجره بدك تشتري شجره بيضة. بدك تدفعي لي هاي ميزانيه. صح. مخسر انت. نسيت طبعا احنا ورق الشجر ما بنقدر نلعب فيه. صح. يعني انه لونه او شيء او نشره بس بخرب، يعني ما بنقدر نرجع للونه الاصلي ولا مبلا. لا ما بنقدر نرجع. ما بنقدر. يعني عشان هيك. هلا في سبراي بالسوق زي التلج بيعلق. بس بضل. بضل. هلا بفتفت، بس كل شيء بفتفت الجليتر يعني انت بكريسماس بتصيري كلك جليتر. فعادي. او اذا بدكم رشوها رش من بعيد طبعا عشان تنتر ما تطلع كلها بيضه. او مثلا على اطراف الغصون بس رش هيك باللون الابيض العادي. السبراي العادي بس من بعيد طبعا. حلو. اوكي. فبيطلع حلو برضه كمان. وشو تعشيتي على الكريسماس؟ الكريسماس إيه؟ تعشينا. اكلتي كثير؟ اكلنا تركي بصراحه. اكلنا. والحلو هو هاي المشكله. ايش الحلو؟ الحلو كيك تبعت كريسمس والكوكيز والبوش دو نويل كمان. فكان حلو. كله بنفخ طبعا. واحد بصير اخر الليل بنفخ. مش قادر ينام. مش قادر ينام. وتاني يوم انه 2 كيلو فيها بالراحه. هاي الشيء هدول اللي بتموتي تنزليها. بالضبط. هيك بيجوا بسرعه بكريسمس. فلا بس كان حلو. والصغار مع الهدايا وفتح الهدايا يعني هاي حلو. شهم اكيد يعني كان بالنسبه لي هيص هيص. هلا واعي اكثر لانه صح بزبط. للكريسماس حلو هلا. لا يعني باندفاع. انا بتذكر شهم ابني باول سنه عيد ميلاده، ثانيها يعني بعديها بيومين ما كان ياكل من الحماس اللي عاش فيه. يا حبيبي. ما أكل. فلما سألت قالوا لي الطفل لما يوصل لمرحلة من الحماس كتير ويصير في عنده إشي مثلا كتير كبير يعني احتفالي أو هيك ممكن يقعد يومين ما يأكل. فإبني يومين ما أكل من الهدايا. يا عمري. فحرمت أتخص ما بدنا هدايا. الأكل أهم. بدنا إياه يأكل. أوكي. أوكي. هاي هيك صاروا الكفوف خلصين وجاهزين. شوفي قد إيه يعني تغير شكلهم. كتير حلوين. وصاروا حلوين. فبدي هلا هيك بيلزقوا على طول في بيلزقوا. هي هاد اللي هلا عملناه. اوكي. اوكي. وحسب انتم اذا بدكم تقصروهم اكثر كمان قصروهم. بس يعني عشان تدفوا حالكم كمان ما كثير تقصروهم. اوكي. حلو كثير حبيته.
تشوفي قديه حلوين كثير حلوين وشتويين. نقوا لون الكفوف اللي بتحبوهم، وفي كثير كفوف بالسوق واشكال، او من كفوف قدام عندكم كمان نقدر بتقدروا في اشكال كمان. هلا بدنا نحكي شوي عن اشياء بنقدر نعملها برضه بالكفوف القدام اللي عندنا، انه نحط لهم فروه، فروة قديمة من عنا، أو منجيب نص متر أو ربع متر، شيء كتير صغير يعني، ومنحط فروة هون. كيف نحطها؟ يا خياطة يا تلزيق بالسيليكون بزبط كمان، أو الغيرة تبع القماش، فكتير بيطلع شكلها حلو إذا بس منحط لها فروة. طبعاً نفس اللون تكون لابقة، إذا سكني أو أسود تكون نفس اللون برضو بيطلع حلو. وبنقدر كمان نقصهم هدول، أنا كتير بيضايقوني المسكرين يعني رأساً بس ألبسهم بدي أشلحهم، فبفضل إنه نقصهم عشان يكونوا براكتيكال أكتر وعمليين. تمام أوكي. وبرضو هلأ هون رح نشوف هدول كمان الكفوف، هدول كمان كتير حلوين. هي الكفة هيك جاي إنه ما إلها أصابع، أوكي هيك، بس عليها هدول هذا البروش. هلا هدول البروشات بنقدر نجيبهم من بوكله قديمه اذا مبينه، بعرفش لانه هي اسود اكيد مبينه شيء بالماء، هي فيونكا من بوكله قديمه بنقدر نحطها او صح. من اي شيء من الاكسسوار، طبعا يكونوا التنين زي بعض، ونحطهم على الكفوف يا خياطه يا تلزيق، فانتوا شوفوا ايش عندكم وايش بناسبكم وحطوا. هلا بنقدر نستعمل كمان الكريستلز الشواروفسكي اللي بيجوا من اسواره قديمه برضه، نقدر نلزق هيك بطريقه حلوه على الكفه برضه استراس عشان يكون حلو. يعني قد ايه الكفه ممكن يكون شكلها بسيط بس احنا بنفخمها هاي الأدوات بالزبط. البسيطة اللي إحنا بنقدر نضيفها زي ما حكينا، يا خياطة يا سيليكون. طيب في شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. شكرا للمتابعة، ما تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى تتابعوا كل شيء جديد.